نبض الشارع. نبض إيقاع الشارع التونسي هو فرحة وزغاريت وضحك وأغاني في كل بيوت الناجحات والناجحين. احنا باش نبداو بتطاوين بالبير الأحمر مع أحمد حسني. صباح النور أحمد، أهلا وسهلا. إن شاء الله فرحين ديما. الزهرة الأولى والزهرة الثانية ليليا، تحية ليك، صباح الورد والفل والياسمين، عيدك مبروك ليك ولكل زميلات وزملاء العاملين معاك في قضية راي عام هذا الصباح. إن شاء الله ديما فرحين وديما ناجحين أنت وحنان ومنال، اليوم برشا حلو وبرشا مشروبات وأجواء في ديار الناجحين. مش كان حلو، مش كان أجواء، ما تعرف أجواء البيوت التونسية، البخور والحلويات بمختلف الأنواع بتاعها والفرحة المرسومة على وجوه النساء هنا ووجوه الأمهات والأولياء اللي جو والجيران. معناها اللي محلاها يا ليلي هنا اللي الجيران يهنوا أكثر من 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 أهل الدار. وأنا جيت بالذمة راهو اليوم ليلي ليك ولمستمعات ومستمعي الإذاعة الوطنية إلى بيت في مدينة بير الأحمر. جيت خصيصا هنا للبيت هذايا لسبب، وهو معناها البيت هذايا فيه زوز بنيات نجحوا مع بعضها ما شاء الله، ربي إن شاء الله يفرحهم ديما. حبيت أن ليك ولكل المستمعات والمستمعين أن نبثوا الموجات الإيجابية هذه ونعيشوا مع العائلة هذه الأجواء بتاع أول الساعة، كيفاش عاش صحك اللحظات المملة واللحظات الانتظار تلقي النتيجة. ونبدأها مع الأم فاطمة، أهلا وسهلا بك. السلام عليكم. صباح النور. صباح الخير. صباح النور. إن شاء الله ولك زي ان شاء الله لاباس. اي ان شاء الله ما شاء الله الحمد لله ان شاء الله. هاي لله احكي لي راهو هكا مهمشه اللي صارت لك. الحمد لله والله تمهمشت ياسر، وانا وقفت عليهم ياسر وعندي تهوم هيك صغرونه زاديه لي. هاي هذه قريده العش اللي خايف عليها. خايف عليها وقبل ما دبلتها مسكين، وتحسها ياسر حساسه ولا حتى ايمان مثل هي. انا ياسر ياسر عطين برامج وكذا، معناها هو طيله العام هم اي والله الحمد لله. والحاجه اللي قلت لي عليها بكري اللي ضحكت شويه هم كونهم اعطوه يا ليليا هكا ما تعرف باش ياخذوا الارساليه على الهواتف تاعهم تبادلوا مع بعضهم، حطوا الارقام مختلفه. ايوه كل واحد عطت رقم اختها باش هي تتلقى رقم اختها تتلقى النتيجه. هي النتيجه قبل معناها هي لقطه معناها راهي فيها شعور ما تتصورش كيفاش معناها. وخلي نمشي مع سهام واحده من البنيات هذوما ساهم. صباح الفل، ألف مبروك ليك. الله يبارك فيك. ما عليك انت هكا مبتهجه وصلي عندي معناها. الحمد لله. هيا احكي لي على كفازه تراب تاع كيفاش قلت لي خليت انت رقم اختك واختك باش علاش هذاك بالذات؟ باش نكون باش نفرح. يعني انا كنت متاكده كنت حاطه 100% اللي هي باش تنجح يعني. قلت خل نهز فرحتها يعني باش نقولها راني باش نبشرها يعني. يعني هي باش نعطيها يعني ناجي هيك البوزيتيف فايبس يعني كل شيء. كهو هزيت رقمها، هي هزيت يعني النتيجة متاعها وهي هزت النتيجة متاعي. يعني أول واحدة جتها النتيجة. النتيجة متاعي يعني جت هي الأولى. جت بها هي. وهي إيش تعمل وقتها؟ هي ديريك صاحت أنا داخت. داخت هاي. يعني هذه المعاملة عليها أنت باش تهز لك المورال داخت هي صح. هاي. بعد قالوا لي اللي أنت نجحتي قعدت نعمل بابا ونقول له إيمان إيمان يعني كنت حاطة في بالي ديما ايمان هي الاولى يعني. الحاله الصحيه تاع ايمان اللي كنت معول عليها دليبها معيط طلع معناها طاحت من الرهبه في عود باش تهزك انت وتشجعك طاحت هي. ايه لله ايمان اهلا وسهلا بك. شبيه بسمعاتك هكا في عيونك؟ فرحه وكوي. ايه فرحه ما نحبكش تبكي انت تو اليوم يوم فرحه وبابا كان تشوف انت تو زاد الوالد معناها ما نحبش انا نشوف الدموع في عينيه على خاطر نحبوا نسمعوا الوالد. تعرف احمد احنا كاينين نحايلوا شويه هكا مع الامهات والبو ديما شاد روحه ويكبر هكا قسما بالله عينيهم زغله بدموع. هاي راهي محلاها هاللحظات هكا اللي فيها برشا احاسيس وبرشا مشاعر، مشاعر الاب ومشاعر الام والمشاعر بتاع البنيات. هاي احكي لي على كيفاش تخته ضعيفه معناها ما على الاخر انت معناها واو. اذا وقت اللي جيت قلت لك انت ايش تعمل الساعه وقتها؟
أنا واقفة واقفة في البيت. أساس مش مهرب ببرا وين مش دمش نجد دجارتنا قدام مش تقي راسك مرتاحة شوي تاكا ولي وقفت قدام الباب وخرجت النتيجة قلتي أدمي قلت أدمي أتاول المعش عارفة ندوي تخرجي ولا تبسي ولا تعبي تحت لنا دخل النص عليك إن شاء الله يا ربي لحظات لحظات معناها ما تتصورهاش كيفاش عم عمر اصبح الفل وقت دموع دموع غالي يا عمر ما نحبهاش هكا انا دموع حكايه هي دموع صحيح ولكن راهي هذه مشاعر الاب انا كيف حتى انا اب لا لا ومريت بهذه التجربه وعندي ثلاثه في العائله اللي نجحوا ونبكي كيفك بكل ما تشوفني هكا قوي ذاكره وفي ظهر العينيه مشاعر الاب هذيك هاي بابا كيفاش عشت اللحظات هذيك والله الحمد لله لاباس انا قعدت بحذاه ما حبهمش يبعدوا على بعضهم كشيء وكنعرف خاصه في ايمان ما كنعرف توخ هاي توخ انا واقع الحمد لله جت النتيجه الاولى هي جت فيها ايوه هاك انا ضبطتني فيها وتقول لي يا اختي اختي شوف اختي قبل طبعا على اختي وهي طلعت شدت رقبتي هما عم عمر النتائج معناها كل واحد الارساليات شو في جره بعضهم على بعض على بعض بيناتهم في بريد دقيقتين دقيقتين انت فرحان بال لا الحمد لله بالايمان حتى جت فيها هي الاولى هي الاولى الحمد لله هاي ايوه لا بس الحمد لله يا ربي الحمد لله الحمد لله هاي لقينا احنا نقولوا يا ليل يا هنا في الجنوب تعرف معناها الدار العربي هذيك نسموها الحوش معناها الحوش راهو يملى ويفرغ توا قامت واليوم انا جيت حتى قامت في محطه اخرى ل اذاعه تطاوين نعم محطه اذاعيه وركبت هذه الفرحه الحقيقه معناها ما تتصورش الفرحه اللي عمت المنزل والاجواء والاجوار هنا الاجوار متلحمين برشا باعتبار نعم. معناها اقارب هم في الحقيقه معناها حتى بالدم معناها فبالتالي بنات عمها وبنات خالتها وعماتها وخالاتها والكل معناها جو بحذاك كل والله سهريه كبيره لا والله الحمد لله والله يجوا من سمار يجوا من تطاوين يجوا من كل بركه يا احمد يا احمد قالوا لك الزملاء في الاستوديو خلطت على الزرده اي انيس حميد برك على حاجه توا هذيك من فمي يا ليليا باش نسالوا على حاجه وانت معناها حضرت لك ما تعرف الحمى بتاع العيد هذا بيخبوا والكذا 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 كريتوش حساب قلتوا خلوا هذاك على خاطر نجاح ايمان وسهام بالطبع معناها وكانك متاكد لا متاكد بحول الله بحول الله هذيك على خاطر علاش يا ليلي حبيت نحكي لك على خاطر وانا داخل توا للمنزل هنا مصلي على البير الريحه بتاع المشوي بتاع المشوي وبتاع الكمونيه ما نحكي لكش فرحين ديما يا سيدي مبروك السهام مبروك الايمان محليها الفرحه بتاع العائله محليهم يا ليلي محليها فرحه في بيوتنا التونسيه ان شاء الله يا ربي فرحه عامه وانت جربت الفرحه عم نول معناها وشفتها معناها بسم الله ما شاء الله معناها حاجه ما تتصورش انه العائله هكا تبدا منسجمه بكل افرادها الكبير العائله والجيران والاصحاب والاحباب وانت اعطيتنا فكره على تقاسم الفرحه هذه مع الجيران تفضل ليليا ليليا باش نزيد لك حاجه اخرى ايه؟ الوالده العمه فاطمه ايه؟ معناها راهي مقنيه ومزينه وكانها حذر روحها فرح نعم فرح هو فرح فعلا فرحه النجاح وبالمناسبه عندها بنيه تخرجت صيدلانيه ايه؟ معناها عندها مده زاد حتى هي معناها فرحانه زاد بها مصلي عن بي حوش خلينا نقولها هكا بين ظفرين معناها حوش يملى ويفرغ بالفرحه والسعاده اللي بادي على وجوه مالكيه ومتساكنيه والناس اللي فيه. ملكي ما بديت بالزغروطه خلينا نسمعوا سيده فاطمه في زغروطه نختموا بها المداخله هذه من البير الاحمر تطاوين. نزيدوا نمشوا بحذا العمه فاطمه ما نعرفش انا وين هندي توا في الكوجينه فركس في الكوجينه تلقاها. في الكوجينه علاش دخلت لها للكوجينه؟ اخذت منها بزغروطه سمحه هاي. هذه زغروطة الختام يعطيك الصحة شكرا أحمد شكرا لك امتحان البكالوريا في الدورة الرئيسية هذه في كامل تراب الجمهورية اتللتنا على عائلة في البير الأحمر تطاوين باش تهزنا المحطة أخرى فما ناس تحتفل مع العائلة وفما شباب يحب يخرج للقهوة ويحتفل مع أصحابه هذوما باش تهزنا ليهم من بعد شوية حنان بربيع خليكم معنا